تفسير رؤية بائع الخضر في منام. الخضر من العناصر الأساسية في أطباقنا اليومية، فهو مليء بالفيتامينات والعناصر المعدنية الهامة لأجسادنا. وقد يرى الكثيرون في المنام أنهم يرون بائع الخضر في المنام، يتعجبون لهذه الرؤية ويبحثون عن تفسيرها ومدلولها، وهذا ما سنجيب عنه في هذا الفيديو. يقول أحد كبار المفسرين أن تفسير رؤية بائع الخضر في المنام هي دلالة على المنصب والجاه والمكان الكبير التي سيصل إليها الرائي في المنام. تفسير رؤية بائع الخضر هو دلالة على أن للرائي قدرة وشخصية تجعله قادرا على التحكم بمن حوله. تفسير حلم بائع الخضر في المنام هو أيضا دلالة على الصدق والأمانة التي يتمتع بهم الرائي. تفسير رؤية الرائي أنه يقوم بنفسه ببيع الخضر كأنه خضار هو دلالة على أن الرائي يشعر في حياته بالكذب والخداع. رؤية بيع الخضر في المنام وكأن الرائي يغش في هذه العمل هو دلالة على المال الحرام وأكل الربا. تفسير رؤية سوق الخضر في المنام. تفسير حلم سوق الخضر في المنام للفتاة العزباء تدل على الصفات الذميمة التي تمتلكها هذه الفتاة، وخاصة صفة البخل. وفي الرؤية السابقة إن لم يكن الرائي بخيلا فإن هذه الرؤيا تبشر بخير ورزق واسع. تفسير رؤية دخول الفتاة العزباء إلى سوق الخضر دلالة على الرزق الواسع والمكاسب العديدة التي ستحصل عليها في القريب العاجل. تفسير رؤية شراء الخضر في المنام. تفسير حلم شراء الخضروات في المنام هو دلالة على سعة الرزق والبركة التي ستملأ حياة الرائي. تفسير رؤية شراء الخضر في المنام له أيضا دلالة على صلاح أحوال الرائي. تفسير حلم شراء الخضروات الطازجة في المنام إشارة للتخلص من جميع المشاكل والأمور السيئة الموجودة في حياة الرائي. تفسير رؤية أن الرائي يقوم بشراء الخضروات هي بشرى إلى الخير الكبير الذي سوف يحققه الرائي. تفسير رؤية شراء الخضر غير الطازج في المنام هو إشارة على التسرع في اتخاذ القرارات. تفسير رؤية بيع الخضر في المنام. تفسير حلم بيع الخضر في المنام هو إشارة للحزن والغم الذي سيصيب الرائي بقدر ما باع من خضروات. تفسير رؤية بيع الخضر في المنام للشخص المريض هو بشرى للرائي المريض بأنها ستتخلص من الألم وأنها ستشفى قريبا. تفسير حلم الخضر العفنة في المنام. تفسير رؤية الخضروات الذابلة هو دلالة على أن الرائي قد فشل في الوصول إلى ما يحلم به ويهدف إليه. تفسير رؤية الخضروات الذابلة في منام الحامل هي رؤية غير محمودة، قد تدل على فقدانها لجنينها أو أنه يحدث تدهور في علاقتها وحالتها الصحية. تفسير رؤية الخضر العفنة والفاسدة في المنام للعزباء دلالة على أنها سترتبط برجل سيء الأخلاق، وعليها أن تكون حذرة منه وأن تقوم بفك هذا الارتباط. تفسير رؤية الخضر التالفة والعافنة في منام المتزوجة دلالة على سوء أخلاق زوجها. تفسير حلم رؤية الخضروات الورقية في المنام. تفسير رؤية الكراث في المنام دلالة على الخير والرزق الوفير. تفسير رؤية أكل الكراث في المنام هو دليل على حصول الرائي على المال الحرام في المنام. تفسير رؤية الكراث مطبوخا في المنام دلالة على توبة الرائي عن ما يقوم به من معاصي وذنوب. تفسير رؤية الكرافس في المنام هي رؤية تحمل مدلولين، الحصول على الماء والثناء عليه من قبل السلطان. أما التفسير الثاني قد يشير إلى افتضاح الأمر وكشف المستور عن هذا الرائي. تفسير رؤية الكرنب أو الملفوف في المنام هي من الرؤى الغير محمودة التي تدل على الرجل الفظ والغليظ القلب. تفسير رؤية تقطيع الخضر بالسكين في المنام. تفسير رؤية تقطيع الخضر بالسكين في المنام هو دلالة على العزيمة والنشاط والهمة والحماس للقيام بأي أمر سواء سفر أو تعليم أو عمل. تفسير رؤية تقطيع الخضر بالسكين دلالة على بعض القرارات الصحيحة التي يتخذها الرائي في حياته العملية والشخصية.